بسمع باسمك كتير، خاصة آخر شغل عملتيه صار على لسان الكل. أنا كتير مبسوط لأنه أخيرا تعرفت عليكي شخصيا، وأنا تشرفت بمعرفة حضرتك كمان. الحكي بيناتنا الصراحة كتير عم ينحكى عن الشركة. صحيح أنه رح تتعاملوا مع ممولين جدد؟ لأنه إذا كان صح فأنا مهتم بالتمويل. بالله جد هيك؟ يعني مزبوط، نحن هلأ عم نعمل مقابلات مشان هذا الموضوع. كتير منيح، معناها منقدر نحكي بموضوع التمويل. شكرا لحضورك. العفو مروان بيك، شرفنا بمعرفتك. سيد مروان؟ ايه؟ عم تدور على المدام إسراء شي؟ اها. هي هنيك عم تحكي مع حدا، هلأ شفتها راحت. يعني مع زينب؟ والله ما بظن اسمه السيد زينب، بس يعني وقت شفتهم عم يحكوا فكرتهم أصدقاء. قلت لحالي مع مين ممكن تكون عم تحكي الست إسراء إذا ما كان صديق؟ يعني خليني شوف. يعني مثل ما بتعرف حضرتك انه نحن بنهتم كتير بشغلنا، لهيك بهمنا نشتغل مع اللي بيشوف الحياة مثلنا وبيكون مجتهد وناجح وطموح بشغله وعنده الشغل مقدم. مرتي؟ حياتي؟ سردار؟ مروان؟ سلام؟ اخيرا تعرفت على زوجتك. عن جد انت رجال محظوظ، كتير حبابة. بعرف بعرف. انت شو عملت؟ حليت مشاكلك بالشغل؟ الحمد لله عم نحل. عن جد؟ كتير منيح، انبسطت لك. تشرفت بمعرفتك مرة تانية. كتير مصدق حاله، مجنون. مروان انت شو عم تعمل؟ قول. شو عم بعمل؟ شو عم يعمل هذا الرجال؟ شو عم بيعمل؟ يعني عم نحكي بالشغل، شغل شغل أي شغل. اي شغل؟ اي شغل اللي عم تحكوا فيه؟ الرجال واضح لوين بده يوصل. الرجال شركته افلست، اي شغل عم تحكوا؟ يعني ما شفتي؟ شفتي كيف عم يطلع فيكي؟ مروان كيف يعني ما شفتي كيف عم يطلع فيكي؟ ارجع لوعيك ولا تحكي كيف ما كان وتجنني وطلع لي خلقي. بعدين انا مالي بحاجه حدا يدافع عني، مفهوم؟ انا بدافع عن حالي لحالي، مو بحاجه حدا. بعدين تعال لك انت ما عليك شيء توقف على البنات وتحكي معهم وتطحنك معهم وتضحك معهم وتتبسموا وتعملوا هيك لبعض، بس انا مو معلي شيء وقف مع زلمه واحكي معه بالشغل. هيك بالضبط، ليكك فهماني. مين حط هالقواعد بقى؟ انا حطيته. يا الله دخيلك، لكن انا ما بعترف في هالقواعد، ما بدي قواعدك ابدا. انا بحكي شو ما بدي وبعمل اللي بدي اياه ومع مين ما بدي. يعني انت ما فيك تتدخل فيه، انا داخلي ورايحه على البيت. إسراء. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.